القراءة فيها طاقة مائية كتير، طاقات نارية وترابية وهوائية، كل الطاقات موجودة، بس الأبراج موجود برج الجدي وبرج الجوزاء وفقط. وأنا هذا برضه بشوفه برج الجوزاء، وبرضه برج الأسد، يعني بينفع برج الأسد وبرج الجوزاء. طيب تمام، خلينا نشوف طاقتك. طاقتك حكينا فيها إنه أنت حاليا بضربة حظ فايت مشروع، واحتمال لمنكم إنه أنتم خلينها معلاقة للمصير، هو المصير اللي يحركها للأمام، أو مثلا إنه مثلا إشي من الله هو اللي يحرك هاي العلاقة. أنتم شايفين الشخص هذا متباعد، زي أخذ منكم على جنب وزعلان وقافل عليكم السوشيال ميديا، أو قافل عليكم نهائيا، وهو مو مقرب ناحيتكم نهائيا. كمان هذا الشخص حاليا في وضع الكوين اوف سورد، كانه حاطط حدود لكل شيء، قاطع مع علاقاته مع كل العالم، وعماله هلا بفكر بالمنطق والعقل. وكمان هو يمكن انسان عقلاني وكلامه حاد شوي، وعنده قراراته لا رجعه في قراراتي. كمان هذا الإنسان يمكن يختلف عنكم من مدينة أخرى، من مسافة تانية، إنسان هو ناضج، احتمال يكون أكبر منكم سنا، في فرق في العمر، في المسافة، واحتمال يكون من كجول آخر، من جنس آخر، من جنسية أخرى، من طوائف أخرى، احتمال في فرق بيناتكم. طيب خلينا نشوف هذا الإنسان شو مشاعره بناتكم. وزعلان جدا جدا جدا، لأنه حاسس إنه أنتوا درتوا ظهركوا إله وتركتوه وحيد. هو قاعد بفكر في الذكريات كلياتها اللي بينكم، زعلان على فقدانكم جدا جدا، أعتقد في انفصال في هاي العلاقة، كأنه هذا الإنسان شافكوا انكوا لفيتوا ظهركوا له، ومثلا ما اعطتوه فرصه يصلح الكاسات اللي انكبت بيناتكم والذكريات اللي بيناتكم، لانه هو كل يوم تقريبا قاعد على الاطلال وبتذكر كل اشي صار بيناتكم، اي اشي، ذكريات حلوه، المشكله اللي صارت، كل اشي قاعد بفكر فيه. هذا الانسان حزين جدا جدا من ناحيتكم. طب عقله الباطني، بدنا نشوف عقل الباطني قد ايه. واو، الانسان هذا زعلان عليكم، فبيحبكم جدا جدا، عقل الباطني متعلق فيكم، وبرضه عنده وسوسه في عقل الباطني، كانه يعني ما بيهدى، بفكر بزياده، عنده تعلق في موضوع ما، او فيكو، انا شايف انه فيكو، لانه انا شايف انه عنده خطوة ناحيتكو. تفكيره 24 ساعة بفكر فيكو، لانه برضه هو زعلان وقاعد على الذكريات من ناحيتكو، وبفكر في الذكريات اللي كانت واللي صارت وكل اشي صار. هذا الانسان عقله الباطني مش مخليه يدرك انه انك انت انفصلت عنه، مخليه هو بحالة ذكريات، بحالة توهان، يعني كأنه هو الانسان هذا مش مدرك انه هو انفصل عنكم نهائيا، فعنده عدم ادراك. وبعدين هذا الانسان على فكرة بعت لك طاقة التفكير جدا، يعني يمكن هو ضغط عليك في التفكير، يمكن انت بيخطر على بالك كثير هذا الانسان، لانه هو في عقله الباطني متعلق فيك جدا جدا، ومغلول جدا جدا انك انت كيف درت ظهرك له وتركته وحيد وزعلان، لانه عنده كوبايات انسكبت على الارض، فهو زعلان بنفس الوقت متعلق فيك، بنفس الوقت بفكر فيك، فهو تفكيره ما بيهدى نهائيا، العقل الباطني ما بيهدى كده. طب تفكيره الواعي، تفكيره الواعي هو بحاول انه يجمع كل افكاره هاي
وما يقح ما يظهرها نهائيا. اذا هو يعني لانه انا عندي هون طلع انه هو متباعد، انتم شايفينه متباعد وسكر هاي الكاسه من ناحيتكم، فهو بحاول انه يمسك افكاره وبس بينه وبين نفسه وما يدير وجهه ويفرد هاي الافكار قدامكم او يحسسكم ايش بايش هو بفكر بالضبط. فهو ماسك هاي الافكار العصي كلياتها وماشي فيها لقدام، مع رغم انه تعبان في حملها لانه هو هون تعبان وهون تعبان، فهو تعبان جدا. هذا الانسان مهلك التفكير فيه كشخص، يعني كانه بتحسر على الماضي والذكريات اللي كانت بيناتكم. فهو الافكار اللي بتجي زي الاسهم تنزل على راسه وهو بضل يجمع فيها، بس ما بده حدا يدرك شو هو بفكر بالضبط. كمان هو اذا كنه افكاره مشغوله بانها مثلا يجمع بين العمل وبينك وبين ناس معينين، في افكاره بس عقليا، يعني كيف مثلا انت بتفكر مثلا انا اشتقت لهذا الشخص، هو نفس الاشي بس ما بظهر هذا الشيء نهائيا. هو بيحاول يخبي هذا الاشي بس هو زي طافحة معه ونفسه يظهر هذا الاشي، بس بنفس الوقت شافك انه انت درت ظهرك للموضوع تركته يا برج الجوزاء. فهذا الانسان تعبان جدا، يعني جدا جدا ارهق التفكير فيك، في الذكريات في الماضي. انسان كأنه بلف ظهره كل ما يجي يتذكرك او يطول على الماضي تبعك، كأنه بيمسك افكاره بالغصب وبخدها وبتعب وبيحملها وبروح. طيب خلينا نشوف تفكير اللي حكينا عنه، خلينا نشوف شو المشكلة اللي بيناتكم. المشكلة اللي بيناتكم على فكرة، في شخص منكم او انتوا اتنين وقفتوا قدام بعض وقعدتوا تحاسبوا بعض على دخول الطرف الثالث بيناتكم، او دخول شيء يخص العمل او شيء يخص العائلة. على فكرة هذا الانسان كأنه محاسبتك له او صراحتك له ازعجته، خلته يحافظ على افكاره او يحافظ على كلامه عشان هو ما يزعجك. لانه تقريبا المشكلة هو شايفه من نظره انك انت اجيت حاسبته على موضوع يمكن هو هذا الشخص اذاك فيه او حسيت انه غدرك فيه، فانت رحت وقلت له انت بصراحة عملت، انت خنتني، دخلت طرف ثالث بيناتنا، انت دخلت العائلة بيناتنا، انت يعني قعدت تحاسب فيه على كل اشي صار بيناتكم. فهذا الانسان لهلا بفكر بكلامك اللي انت حكيت فيه ومش راضي يطلع من راسه هذا التفكير. هذا الانسان حاليا هو شايف الاشي اللي واقف بيناتكم، انه الكلام اللي صار كانه حاسك انت ما استشفيت اللي عمله فيك، انه انت زعلان وقدرت ظهرك لهذا الانسان. اعتقد انه زعلك من هذا الانسان دخل طرف ثالث بيناتكم، او دخل امور عائليه، او مثلا هذا الانسان مثلا انت شايفه انه مو قد المسؤوليه، يحمل مسؤوليه بيت اسره. كمان انت شايفه كانه اجى مثلا حكى لك سامحني، فقلت له لا انا كيف اسامحك، انت دخلت طرف ثالث بيناتنا، انت خنتني، انت تركتني بوقت مثلا تركتني وقت انا مثلا كنت محتاجك فيه، فانت تركتني ورحت هيك. فهو شايفك انك انت اذا بده يجي ناحيتك بدك تقعد تحاسب فيه على الماضي كلياته، لانك انت واقف يعني اذا اجى ناحيتك بدك تحاسبه على الماضي. هو هيك شايفك، يعني اقل اشي هو نظرته لك هيك. طيب شو خطوته القادمة؟ الشخص هذا بده يرجع، بس هذا الشخص كأنه أول إشي بده يجرب خوف المحاسبة، أو هو بيستشفي حاليا من اللي صار فيه، عنده حالة استشفاء من يمكن من إدمان. يمكن هذا الشخص مدمن كحول أو مدمن تفكير أو مدمن على إشي،
هو كأنه راح يستشفي هذا الشخص، خطوته انه بده يجي واللي اثر فيه معك كأنه بده يجي يعطيك اياه فيس تو فيس، يعني الند بالند، يعني الكاسة اللي انت شربتها اياها بده يشربك اياها، مش مثلا كاسة زعل او اشي، لا كأنه بده يجي يعمل صفحة جديدة معك، بداية جديدة يمكن بلش فيها صداقة من ناحيتك، لأن هذا الإنسان خطوته ورجوع. إذا حدا بيسألني هذا الانفصال هل في رجوع أو في رجوع، أنا بحبك جدا هذا الإنسان، يعني جدا بفكر فيك جدا جدا، بفكر في الرجوع هذا الإنسان، يعني التفكير مش هدين عنده، حتى الباطني العقل الباطني من ناحيتك، عقل الباطني بحبك يا أخي، شو بدك أكثر من هيك يعني. طيب خلينا نشوفك انت يا برج الجوزاء شو مشاعرك من ناحيته، وشو انت شايف المشكلة اللي بيناتكم وكيف تفكر فيه. خلينا نشوف مشاعرك من ناحيته، انت حس انه هو طاقم الشغلة تبعك. هكتلكم في فرق بيناتكم، احتمال يكون هذا الانسان مستقر متزوج، وهو مثلا زعلان لانه هو استقر مع شخص اخر، او هو مستقر وما في بايده حيله انه يلف لكم ليشوفكم، لانه هو عفوا هو زعلان على انه خسركم، لانه هو مرتبط في اشياء تانية. كمان هذا الشخص انت يا ربي برج الجوزاء، عفوا معلش، كانك انت يا برج الجوزاء شايف انه هو توأم الشعله ولافرز للدلافرز، هو برجك يا برج الجوزاء. كمان انت شايفه انه هو متعلق فيه جسديا وعقليا، وعقلك متعلق فيه جدا، لانه انت عقلك الباطني يعني بتحبه حب، على فكرة انت بتحبه حب مش مشروط، يعني حتى لو بيختلف عنك في العادات التقاليد في المسافة اي اختلاف توأم الشعلة، لانه هو بيكون مختلف عنك، احتمال انت تكون مرتبط، احتمال هو يكون مرتبط، يعني احتمال انت تكون متزوج يا برج الجوزاء او عندك ارتباطات غير هذا الشخص، وهو احتمال يكون هو اللي مرتبط وعنده اختيارات غيرك. بس هو يعني اذا انت بدك تسألني هو بحبني نفس انا الحب اللي بحبه، وجدا جدا بحبك ومتأثر على غيابك، بفكر فيك 24 ساعة، كأنه عنده انت مستقر في عقله الباطني في عقله الواعي، حتى هو بحاول انه يخبي هاي المشاعر، يخبي هذا التفكير، حتى هو متباعد عشان ما تشوفه هو بشو مثلا بفكر، حتى لو حطيت لكم بلوكات هو حاطه لانه عشان انتو ما تشوفوا مشاعره، ما تظهر مشاعره قدامكم. فانا شايفك انت يا برج الجوزاء برضه انت بتحبه جدا جدا، وكأنك تنتظر انه يرجع، انت مستنيه يرجع هذا الشخص، مستني يصير مصالحه بيناتكم ومسامحه. وانا بعرف برج الجوزاء وطيب وبسامح، يعني ما بهمه يعني، بس انا بعرف انه برج الجوزاء اذا سامح على الخيانه بحس انه الشخص خلص مشكوك فيه، يعني برج الجوزاء ما بحب يعيش في الحيره، يعني هو اصلا برج متحير. طيب هلا انت تفكيرك الواعي، انت هلا بتدور على استقرار مادي واستقرار عائلي، انت تفكيرك انه انت بدك استقرار وبدك حب وبدك تسامح وحب، وثلاث يعني كروت رايحاله وبزياده يعني. فانت عندك امنيه انها تتحقق، ان هذا الشخص يرجع ويصير في بينكم استقرار وعائله، لان اعتقد انه هيك هذا الحب فيه شوي نوع من انواع المستحيل انه يحصل مثلا استقرار الزواج، لهيك انت بتفكر في الاستقرار وفي الزواج. طب انت بنظرك بوجهة نظرك هذا الانسان كيف جرحك، او شو انت كيف شعورك بالمشكله، انت شعورك بالمشكله كأنه هذا الانسان لهلا انت مجروح من الاشي اللي عمله، وكأنك طالع يعني واقف على اجرك غصب عنك، لانه انت حاسس ان هذا الانسان غدر فيك، دخل علاقة تانية اثناء علاقته معك،
إيه كمان هذا الإنسان، أنت عفوا أنت كأنك تطلع عليه من بعيد وبتراقب فيه، بتشوف إيش بصير قاعد في حياته، وهل مثلا هذا الإنسان أخذ الكارما اللي بيستاهلها، مع إنك أنت أعمالك يعني بتفكر إنه يرجع لك، بس كأنه أنت بدك إياه الطرف اللي دخل بيناتكو يتعبه زي ما هو تعبك، كأنك حاسس إنه في المشكلة تبعتك يمكن اللي يشفيك، العصاية الوحيدة اللي تشفيك رجوعه، إنه يقول لك مثلا هذا الشخص أتعبني جدا وأنا ندمان عليك وأنا بحبك، وكأنه أنت قاعد هذا بتستنى في هذه اللحظة وأنت قاعد بتراقبه، ونفس الإشي هو بيراقب فيك وبطل عليك وبس تعب نفسك نفسه، نفس الإشي أنتوا اتنين تعبانين، مشاعركوا تعبانة، من ناحيتك تعبانة وأنت من ناحيته مشاعركوا تعبانة. طيب طيب شو الحل يا برج الجوزاء؟ بدنا نحل مع برج الجوزاء. الحل انه يا برج الجوزاء تطلع من الحيرة اللي انت فيها. اعتقد انت يا برج الجوزاء يمكن تقدم لك عرض زواج او استقرار، فانت محتار بين انه تضل على الماضي اللي تركك مثلا وغدرك او خانك او تركك عشان شخص اخر او تركك عشان العائلة او تركك اي كان، ولا تروح للاستقرار للعرض اللي جايك، لانه اعتقد انت يا برج الجوزاء جايك عرض وانت محتار فيه. كمان عندي احساس انه برضه في منكم يا برج الجوزاء انتوا اغلقتوا على هذا الشخص، يعني سكرتوا عليه مثلا السوشيال ميديا، سكرتوا مثلا اذا هو ساكن قبالك وسكرتوا الشبابيك قباله، هيك كانه انتوا مش مخلينا نشوفكوا او ظاهرين امامه، كانه هم يعني النصيحه او الحل للمشكله انه انت تطلع من الرابطه اللي انت فيها، الرابط اللي حاطط حالك فيها، لانه انت مسكر عليه، يمكن حاطط عليه بلوكات، ما بعرف انتوا بتعرفوا، بس كانك انت مبعد عنه متباعد، ولانك انت تارك الاشي مثلا للمصير انه يحله. فاذا انت مثلا حاطط عليه بلوكات او هذا ارفع عليه بلوكات، اذا انت حابب طبعا تصلح العلاقه هاي، يعني افتح الابواب شوي، او اذا انت جايك عرض استقرار غير هذا الشخص تقدر انه انت هلا تحط لهذا العرض حدود، تختار وتريح بالك من التفكير، لانه انت شايف المشكله بالنسبه لك متعبتك جدا جدا، وكانك انت واقف في عين عليك على اجريك بالغصب، وهو واقف على اجريه بالغصب، وانتوا اثنين تعبانين من جهه بعض، بتحبوا بعض بس في شويه حجزات بيناتكم او اسوار عاليه انتوا مش قادرين تتعدوها. هون بيحكوا لك في انذار في العاصفه، انتبه يا برج الجوزاء. طب هلا بنشوف شو الانذار هذا في العاصفه. يمكن هذا الشخص انه بده يجيك غضبان، يمكن هلا بنشوف ايش. نقول لك الحب اللي انت شاركته هو حب لا يموت، يعني هذا الحب انا حاسة برضو هيك انه استحالة يموت، حتى لو داخل هذا الانسان استحالة يموت، لو حتى فيه رغم التعب والفرق بيناتكم، وفرق يمكن في فرق مستويات طبقات، يعني انتو مثلا شايفكوا هذا الشخص انكم مثلا مرتاحين ماديا، مرتاحين اسريا، بس هذا الانسان هو حاسس انه هذا الحب ما راح يموت، هو بيقول لكم هذا الحب هو الحب الحقيقي، هو الحب اللي ما راح يموت، يعني لانه في رجع لهذا الحب، عشان هيك تحضروا حالكم برج الجوزاء لرجع زي هذا، وهذا الحب الذي لا يموت. كمان انا شايفه في بعض منكم يا برج الجوزاء زي ما قلت لكم انتم معروض عليكم كمان عرض غير هذا الشخص، فانتم محتارين بيناتهم،
خلينا نشوف شو بيحكوا لنا هون. انت كأن الناس انت كأنك مستشار والناس تستشيرك. انت مستشار طبيعي ويستفيد الكثير من الناس من التوجيهات والطمأنينة. يعني انت كانت معروف برج الجوزاء انه هو الناس تيجي بتستشيره رغم طيبته وهذا، بس هو جدع، فانت الناس بتستشيرك، فانت استشير نفسك. يعني شوف شو بدك تعمل في هذا الموضوع، في الحيرة اللي انت داخل فيها اطلع منها عشان هذا الموضوع يتحل حل. برج الجوزاء اليوم متعب قراءته. طيب خلينا نشوف العاصفة اللي بنزلونا فيها، شو هي العاصفة اللي جاءت لبرج الجوزاء؟ زي ما حكيت لكم احتمال هذا الانسان يجي مثلا يجي يواجهكم مثلا بأسوة او بعصبية او بنرفزة، فهذا الانسان حضر حالكم رجوع، يعني رجوع بقول لكم مثلا انه امسكوا على اعصابكم. كارت القوة والتسامح، انه هذا الانسان راح يجيكم، يمكن هذا الانسان يجيكم حامل هموم كثير، فمثلا كيف يحكي يجي في الشغل له فيكم، فهذا الانسان هيك بده يجي زي العاصفه بده يجي. فهو عشان هو من الماضي، رجوع من الماضي وتسامح، حضروا حالكم لهذا الموضوع لانه راح يصير مواجهات. انا بحس انه راح تصير محاسبه في هذا الموضوع. عندي احساس كمان انه هذا الانسان مش تيجي مثلا يحكي لك مثلا سامحنا على اللي صار، لا راح يصير نقاش حاد بيناتكم، فهذه العاصفة اللي راح تكون جايتك يا برج الجوزاء. مثل ما حكيت لكم هذا الشخص جاهز جاهز للمواجهة، لأن تقريبا هذا الشخص طلع من علاقة أتعبته، علاقة يمكن هذه العلاقة كانت أثناء أنتوا كنتوا موجودين معاه، فهذا الشخص كأنه بده يجي يفجر الموضوع قدامك. مثلا أنا سويت وأنا خنتك وأنا هيك، فانا ندمان، فشو الحل؟ انا بدي ارجع. يعني هيك بده يجي وبدك انت هيك تطلع علي انه واو، يعني جاي مثلا انه وكانك بدك كمان تحملني جميل لانك راجع، فهيك رح تكون المواجهه هذه. يعني ما عندكم عاصفه لا تخافوا. طب خلينا ناخذ شو نهايه القراءه هذه، ان شاء الله تكون نهايه سعيده يا رب. او شو نهايه العاصفه تبعتكم؟ اذا انتم فقدتوا التوازن رح ترجعوا تتوازنوا، انا اعتقد انتوا زي متحيرين في امرين في شخصين، او متحيرين ان الشخص هذا ليش عمل هيك، او انتوا سكرتوا هذا الباب لان الشخص هذا دخل طرف ثالث بيناتكم. كمان انه انتوا هذه نهايتها انه رح يصير كلام بيناتكم، يعني رح يصير كلام شفاء طيب، يعني مش رح مثلا يصير لا سمح الله عاود فراق او يصير رحيل، لا كانه هذا درجه هذا الشخص تتوازنك يا برج الجوزاء وتوازن الشخص نفسه. هون صح طلعنا برج الاسد، انا عشان الابراج قلت لكم هي قراءات مائيه وهوائيه وكل الطاقات موجوده هون. برج الجوزاء اكثر شيء ظاهر عندي برج الجدي وبرج الجوزاء. شكرا لكم يا برج الجوزاء، اسف على الصوت اللي عندي، معلش سامحوني. شكرا لمتابعتكم، اللي عجبوا الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس.